هو شيخ الاسلام الحافظ الامام عالم زمانه وامير الاتقياء في اوانه ابو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك ابن واضح التركي ثم المروزي امير المؤمنين في الحديث ولد سنه ثماني عشره ومئه للهجره وطلب العلم وهو ابن عشرين سنه صنف التصانيف الكثيره النافعه وحديثه حجه بالاجماع وهو في المسانيد والاصول ارتحل في طلب العلم الى الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان فجمع الحديث والفقه والعربيه وايام الناس قيل له الى متى تكتب العلم فقال لعل الكلمه التي انتفع بها لم اكتبها بعد سمع ابن المبارك من سليمان التيمي وهشام بن عروه والاعمش والاوزاعي وابي حنيفه وغيرهم وحدث عنه معمر والثوري وابو اسحاق الفزاري وابو داود وعبد الرزاق بن همام والقطان وابن معين وابو بكر بن ابي شيبه وامم يتعذر احصاؤهم جمع ابن المبارك الى علمه الجود والسخاء فكان ينفق على الفقراء في كل سنه مئه الف درهم وكان يعود على طلبه الحديث من ماله حتى عوتب في ذلك فقال اني اعرف مكان قوم لهم فضل وصدق طلبوا الحديث فاحسنوا طلبه لحاجه الناس اليهم وقد احتاجوا فان تركناهم ضاع علمهم وان اعناهم بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. كان ابن المبارك حريصا على أن يعمل بما بلغه من العلم. قال الحسن بن عيسى: رأيت ابن المبارك دخل زمزم فاستقى دلوى، واستقبل البيت، ثم قال: اللهم إن عبد الله بن المؤمل حدثني عن أبي الزبير، عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له اللهم اني اشربه لعطش يوم القيامه فشرب توفي ابن المبارك في شهر رمضان سنه احدى وثمانين ومائه للهجره عن ثلاث وستين سنه رحمه الله ورضي عنه